ما ندخل في الحوار عشان ما اقطعش حضرتك، اخد مهندس ابراهيم الكفراوي عضو مجلس النادي الاهلي. باشمهندس اهلا بحضرتك. كابتن ميدو ازي حضرتك، تحياتي ليك ولضيوفك الكرام. مع مش عارف مين كابتن علاء نبيل نجم مصر والنادي المقاولين، منورني هنا في الاستوديو. طبعا الراجل المحترم طول عمره، يعني ومن القامات الكرويه اللي نفتخر انها تبقى موجوده في قناه الاهلي، وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي والاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. شكرا. اهلا بيك يا شكرا. اهلا بيك، ودايما ودايما بتنورنا وبنستمتع باللقاء معاك. كنت بتكلم على شؤون لجنه الشؤون العضويه يا باشمهندس، وكنت بتكلم على النهارده كان اخر يوم او لسه يعني في اليوم بقيه للحاق بقيمه العضويه 350 الف جنيه قبل ما تبقى 500 الف جنيه، فلو سمحت ممكن تقول لنا تفاصيل اكتر عن استمارات النهارده، اللي ممكن يحجز استمارة النهارده، هل ممكن يقعد فعلا شهر زي ما انا قلت ولا في اخبار عند حضرتك تانية؟ هو النهارده حضرتك طبقا لقرار الجمعيه العموميه اخر يوم ان احنا هنقبل العضويات او استمارات العضويه طبقا للاسعار الحاليه اللي هي زي ما حضرتك تفضلت وقلت 350 الف جنيه للعضويه العامه اللي هتبقى من بكره 500 الف جنيه، و125 الف جنيه لعضويه الشيخ زايد اللي من بكره هتبقى 175,000، و200,000 جنيه لعضويه التجمع اللي هي برضه من بكره هتفضل زي ما هي. تمام. ايه الميزه بالنسبه لعضويات الشيخ زايد النهارده والتجمع النهارده؟ ان هم لما يجوا لو حد حدد خلال 4 سنوات طبقا للائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي يستكمل، هيستكمل على سعر 350,000 ومش على سعر 500,000. الحمد لله احنا كنا عارفين طبعا، احنا يعني كلنا فينا العاده دي كمصريين بنحب دايما ان احنا نيجي على اخر يوم ويبقى في ضغط رهيب على العضويه. النهارده يعني اداره الاشتراكات اللي بقدم لها شكر جزيل جدا وعلى المجهود اللي عملوه خلال الشهرين اللي فاتوا وخاصة الأسبوع الأخير. النهاردة يمكن الناس لسه موجودة لحد دلوقتي في مكاتبها بقيادة مدام عزة حلمي، يعني اللي بشكرها وبشكر كل فريق العمل التابع اللي تحتها، مش عايز أقول الاسم حتى عشان أنساش، لكن فعلا الناس دي بتحب النادي وبتشتغل من قلبها وموجودين لحد دلوقتي في مكاتبهم عشان يحصروا الاستمارات اللي اتقدمت النهارده. النهارده شهد ضغط غير مسبوق واعداد رهيبه في الثلاث انواع العضويه، سواء الشيخ زايد او التجمع بالنسبه كفروع او العضويه العامه. اعتقد ان احنا عندنا اكثر من 1000 استماره لسه ما قابلناهاش، وده اللي كنا واحنا بنعد لائحه النظام الاساسي للنادي خدنا في اعتبارنا ان انت ممكن يبقى عندك ضغط في اخر يوم فما يسمحلكش انك تقابل كل الناس في نفس اليوم. فاحنا اللائحه بتنص على انه طبقا لموعد تقديم الطلب اللي هو النهارده ليك شهر من موعد تقديم الطلب، فاحنا خلال شهر فبراير هنقفل قبول العضويات على الاسعار الجديده لسه لحد ما نخلص كل الطلبات المقدمه لينا خلال الفتره اللي فاتت اللي بقول لحضرتك النهارده وانا بكلمك. رغم ان احنا قابلنا اكثر من 1500 عضو او راغب اشتراك خلال شهر يناير في شهر ديسمبر، النهارده عندنا لسه ناس مقدمه سواء خلال الاسبوع اللي فات او النهارده حدود 1000 طلب، فاحنا ان شاء الله هنقابلهم خلال شهر فبراير، بدايه من يوم السبت هناخد جزء واتباعا هنقابل كل الناس لحد ما ننتهي منهم جميع من كل الطلبات المقدمه جميعا، بعد كده هنبتدي نطبق الـ يعني نبتدي ناخد تستقبل العدوات الجديده بس هتكون على الاسعار الجديده ان شاء الله. يعني قدام حضرتك شهر بعد كده تبدا تستقبل الطلبات الجديده اللي هتبقى ب 500,000 جنيه. بالظبط كده، دي لائحه النظام الاساسي بتسمح لنا من يوم تقديم الرغب العضويه لاستماره العضويه من لينا شهر نقابله خلالها بعد ما نطلع على الاستماره ونقدر نقابله، فاحنا ان شاء الله يعني طبعا قبل شهر، يعني احنا على نص فبراير هنكون خلصنا المقابلات دي، يعني ان شاء الله زي ما بقول لحضرتك بدايه من الاسبوع الجاي احنا هنبدا ان شاء الله يوم السبت مقابلات هنقابل في حدود 150 واحد،
وتباعا هنبتدي نقابل الناس بقى خلال الاسبوع، هيتعمل اكثر من لجنه، والاسبوع اللي بعده هنكون باذن الله يعني اعتقد على نص الشهر هنكون استكملنا جميع المقابلات باذن الله. يعني مجهود كبير جدا يا باشمهندس ابراهيم برئاستك طبعا والاستاذ طارق قنديل وباقي اعضاء اللجنه، مجهود كبير جدا بشكركم عليه. لكن اكيد حضرتك كنت متوقع ان هذه الاعداد تبقى كتيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي. والله انت يعني بص، واحنا يعني كنا متوقعين اعداد كويسه، بس الاعداد بالامانه فاقت توقعاتنا، لان النادي الاهلي شهد طفره كبيره قوي. اولا هو ده النادي الاهلي، يعني هو النادي الاهلي يعني كبراند او كماركه هي بايعه نفسها، يعني ليها قاعدتها العريضه، ليها ناس بتحب محبي النادي الاهلي، ولا تقارن باي مؤسسه رياضيه، مع احترامي لجميع المؤسسات الرياضيه اي مؤسسه اخرى. لكن اللي فوقنا دي ان في ناس بتيجي من خارج القاهره بكثافه، يعني يقول لك انا عندي بيت عايز لما اجي ابقى موجود جنب النادي الاهلي، سواء الناس اللي عندها في الشيخ زايد او في التجمع. لا، طلبات فقط اللي احنا كنا متوقعينه. الحمد لله قدرنا نستقبل الاعداد كلها وقدرنا نستوعب مقابلاتهم، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه نستقبل كل الطلبات المتاخره باذن الله. باذن الله مجهود كبير جدا بكرر المره الثانيه يا باشمهندس ابراهيم، وده الطبيعي لرجاله النادي الاهلي. الناس يعني طبعا يعني هو ده واجب علينا اللي احنا بنعمله، ده واجب علينا اكيد. بالامانه انا بشكر كل الناس اللي تعبت، سواء من اداره الاشتراكات اللي بشكرهم مره ثانيه، الاداره الماليه وطبعا الاداره التنفيذيه واداره الامن، لان هم بيبقوا متداخلين معانا وبيبقى عبء عليهم ان هم يوفروا اماكن ويساعدوا الناس اللي لسه جايه. فبشكر كل الناس، لكن بالامانه داخل النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي اي حد بيشتغل من قلبه، لانه بيحب أكيد. المكان ده وبيحب الكيان ده، ونفسه ان المكان او الكيان الكبير اللي احنا منتمين ليه كلنا انه ينجح ويبقى في اعلى واحسن مكان ان شاء الله. اكيد دايما عند حسن ظن الجميع يا باشمهندس، وشكرا جدا ليك ومجهود رائع، وفعلا ده الطبيعي بتاع رجاله النادي الاهلي. مهندس ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، شكرا جدا لحضرتك على هذه التوضيحات.